على سلامتكم. برشا مرات برشا حبيبات صحابي وناس نعرفهم يقولوا لي انت ياسر معناها جدي يا اخي، ما تفضلكش ما تعملش. نقول لهم انا راني في الامور نتاع السياسيه وامور مصلحه البلاد وكذا، ماذا بيا ما فدلكش. اما انا راني طبعي نفدلك، معناها كيما تتصوروا كيما يعرفوني العباد اللي يعرفوني بالبداء. بالعكس نحب التفضيل والدعابه والنكته وكل حاجه. لكن عندهم الحق، انا كثرت لها شويه زاد حتى في الجانب السياسي، يعني كل شيء هكا معناها ناخذه ماخذ الجد الى ابعد الحدود. خلينا اليوم وبعجاله في الفيديو هذه السريعه نتحدث في موضوع فيه برشا دعابه. شنو الموضوع هذا؟ الموضوع هو اني انا ندعوكم انتم كل اتبعوا المجموعه الزقفونيه، خاصه الكرونيكرات بتاع المجموعه الزقفونيه اللي تسمعوهم في الاذاعات والتلفزيون وغيرهم، كيفاش قاعدين توا بداوا يدوروا، بداوا قاعدين إيزون كومونسي أمورسي لو فيراج يقولوا الفرنسيس، بداوا الدوره بتاعهم ياخذوا فيها هكا يوسعوا فيها باش يدوروا بشويه بشويه باش العباد ما تسلخش بيهم هكا، ما تفيخش بيهم اللي هم قاعدين يدوروا، هم باش يدوروا بعد دوره كبيره ياسر، دوره كبيره ياسر، خاطر كل شيء يظهر فشوش، هم تعرف دافعوا على كل شيء. هما اللي يجيهم من عند المنظومة الزقفونية وقيادة المنظومة يدافعوا عليه، مش هما عندهم أفكار، اللي يجيهم يدافعوا عليه. دونك توا المنظومة الزقفونية بدأت تراجع في أفكارها، نعمل نشوف نراجع الشهادات ونثبتهم الشهادات اللي دخلوا بهم الناس والانتدابات، ومن بعد لا مش لازم المخابز الغير مصنفة نحيولهم الفرينة، لا مش لازم نعطيهم الفرينة، والموضوع الفلاني نعملوا له فيه كذا، لا مش لازم نعملوا العكس. ما كل شيء بدا يدور على التو، ما ظهرت لفيت الافلاس بتاع الافكار الزقفونية بدات تظهر، وبدينا نعرفوا اللي فما قرض نتاع صندوق نقد دولي، لا اتفاق مع اتحاد اوروبي، مش قابل ونفر واستنفر على ميلوني، ما تعرف الاتحاد الاوروبي استنفر على ميلوني وحتى على رئيس اللجنه الاوروبيه. يعني الامور الكل اللي مشاو فيها طلعت غلطه، الخبز عطاو تفاسير والاحتكار والمضاربين وكذا وكذا، ظهرت لا هي احتكار لا هي مضاربين، ظهرت مسؤوليه الدوله والدوله ما عندهاش فلوس وما تنجمش تجيب، ثم معناها حبت كما نقول تسلط الفجار على الكفار وعركت ما بين الخبازه اللي يخدموا في المخابز التقليديه والجدد، وبعدها ودخلوا بعضهم ما عادش فاهمين. يعني فما برشا امور فهمنا الدوله مش حكمتها مش فهمتها، ما تنجمش تعالجها، تعمل الشيء وبعد ترجع تعمل النقيض نتاعو. هما الكرونيكورات فهموا الشيء هذا، علاش فهموا؟ خاطر انتوما كليتوا لهم وجوههم وين يمشيوا، في القهاوي في الفيسبوك في العراس في الشتوت في كذا، الناس يا ولدي انا نتبعوا فيك شنو ايش تحكي فيه؟ ها وين 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 وين؟ هاي كلها دمار، هاي كلها الامور ماشيه قاعده تتفتفت هكذا. دونك هما توا بداوا يحضروا في قلبان الفيستا، هما يعرفوها قلبان الفيستا خاطر قالبينها قبل، راهو تعرف تعرفوهم هذو، فهمتني؟ اللي كان مع جوجو واللي كان مع الخوانجيه واللي كان مع نبيل القروي، وبعد ولاو توا مع المجموعه الزقفونيه، المجموعه النحاسيه الزقفونيه، هذوما كلهم توا باش يعاودوا ينحيوا. لكن هاكا باش ما يظهروش يبداو بشويه بشويه، اش يعملوا؟ يبداو ينقدوا في شكون؟ ما ينقدوش في اعلى الهرم، لا لا. شوية بشوية يبداو ينقضوا في الإطارات المحلية والمسؤولين المحليين، وبعد عداو الجهويين، وبعد ينقضوا الحكومة، وبعد باش ينقضوا مجلس النواب، هكاك قاعدين عسوا عليهم. أنا توا في إطار الدعابة، ما قلنا باش نفدلكوا احنا اليوم، في إطار الدعابة نطلب منكم باش تردوا بالكم، ما تعرفوهم أنتم، كل بلاتو فيه على الأقل وحايل زقفوني، كل بلاتو، فماش بلاتو ما فيش. عسوا عليه. انا نطلب منكم عسوا عليه، وتوما نعاود نرجع انا في فيديو مقبله ونعملوا لهم جرد
ها ولا زقفوني الفلاني كيفاش تصرف، وها ولا زقفوا هنا الفلانيه كيفاش اتصرف. الى اللقاء.